والله انا الحقيقه النهارده كنت برضو هتكلم كلام كتير جدا وكبير جدا فيما يخص مثلا النهارده، يعني كان اهلي طرابلس الليبي الشقيق، اهلي طرابلس الليبي كان محتاج يفوز على اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي 2-0 عشان يصعد لنهائي البطوله الكونفدراليه. مين الحكم؟ بكاري جسام. مش هكمل الباقي بقى على طول حطيتوها دي صفحة الأهلي الليبي، الأهلي طرابلس الليبي بيقول مان اوف ذا ماتش عندما سئل أو حطه طبعا على الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس، مان اوف ذا ماتش مين؟ بكاري جسام. وكاتبين إيه؟ ثانك يو ماما أفريكا. فكده أنتوا أكيد عرفتوا اللي حصل، ممكن بكرة بقى ولا بعده. يعني عايز أقول لحضراتكم إن يعني بعض الزملاء بيقولوا لي إن في احتواء جامد يعني في الناحية التانية في ماتش نهضة بركان اللي هي ضد مازيمبي، واتطرد لعيب من مازيمبي وبيعترض على فاول كده وبتاع مطارديله، ده بيقولوا لي دلوقتي. فمن الواضح إن الأمور يعني أدينا هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة في هذه الأمور، لأنه هنفضل ملتزمين بكبير القارة وبأسلوب وبطريقة كبير القارة النادي الأهلي في كل شيء، في كل شيء. زي ما أنا قلت لحضراتكم النادي الأهلي هيلعب المباراة في أي حتة، ده بناء على هذا البيان، وأن النادي الأهلي في نفس الوقت هيمشي ورا كل حقوقه لغاية آخر لحظة. لغاية إيه؟ آخر لحظة.